في إطار حملة سارع بتصحيح أوضاعك بمصر، تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بالضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد الإقامة والحصول على كرت الإقامة الذكي. يأتي ذلك لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، كما تهيب الدولة المصرية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والذي انتهى بتاريخ 30 من يونيو 2024، حيث تم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء عقب انتهاء المهلة الحالية، على أن يتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 من سبتمبر 2024. سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. وعقب انتهاء المهلة النهائية في 30 من سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.